شهدت مدينة تعز مؤخرا تظاهرات خرج فيها الجرحى وعمال عدد من المكاتب التنفيذية، يتقدمهم موظفي صندوق النظافة والتحسين ومصنع اسمنت البرح ومؤسسة المياه والكهرباء ومكتب التربية وغيرهم من موظفي مؤسسات الدولة الرسمية والخدمية. جميعهم طالبوا بإقالة الفاسدين ومحاسبتهم. هذا الحراك يأتي في سياق حملة تبناها ناشطون تحت شعار يكفي صمت ويرحل كلهم، وأتت هذه إثر احتجاجات قام بها العاملون في قطاع النظافة للمطالبة برواتبهم. وأيضا الحملة كشفت عن جوانب من الفساد المالي والإداري الذي ينخر المدينة المحاصرة والفقيرة من حيث الموارد. فضلا عن ذلك، فإن غياب رأس الهرم التنفيذي محافظ المحافظة المقيم حاليا في القاهرة منذ شهور وهو مقيم هناك، ساهم في تحويل المحافظة لساحة تتصارع فيها قوى النفوذ السياسي والجهوي، الأمر الذي يوسع من هوة الفساد ويجعل المصلحة العامة والخدمات محل فساد وتسيب، ناهيك عن حالة العسكرة التي فرضتها الحرب على المدينة التي تعتبر عاصمة الثقافة الوطنية. عن حملة يكفي صمت الدوافع والأهداف سيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وسيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز المحامي والناشط الحقوقي عمر الحميري، وعبر الهاتف الناشط السياسي عبد الهادي العزعزي، وسينضم إلينا وكيل المحافظة عارف جامل. وأبدأ بالترحيب بضيفي من تعز عبر الأقمار الاصطناعية المحامي والناشط الحقوقي السيد عمر الحميري. سيد عمر، مساء الخير. مساء الخير سيدي الكريم، ومساء الخير لمشاهدي قناة بلقيس الكرام، وشكرا لكم لتسليط الضوء على هذه الظاهرة الحقوقية في مدينة تعز، ظاهرة المطالبة والعودة إلى الحق والمطالبة بحقوق الناس وتذكير السلطة بواجبهم واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم. شكرا لكم سيدي. أهلا بك سيد عمر. يعني لو تضعنا في صورة الاحتجاجات الأخيرة في مدينة تعز، يعني احتجاجات ملفتة وأتت بلحظة يعني غير مسبوقة، لم توجد أي ترتيبات مسبقة لها، يعني لو تضع المشاهد بصورة كاملة حول ما حدث. ما حدث في تعز الأسبوع الماضي هو حالة انفجار ناتجة عن التراكم للفساد الذي يحدث في مدينة تعز منذ سنوات، الفساد في الجانب الإداري، في الجوانب المالية، الفساد في غياب الخدمات، الفساد في فساد السلطة، فساد المسؤولين، أيضا الفساد في الجانب العسكري، في عدم القيام بالواجب تحرير المدينة، أيضا في الاستهتار الحاصل من الكثير من القادة والمسؤولين. نشاهد مظاهر الفساد في مدينة تعز، نشاهد أن الدولة لم تقم بواجباتها، هناك مؤسسات حيوية وخدمية معطلة تماما، بل وتم خصخصة هذه الشركات والمؤسسات إلى شركات خاصة وتم بيعها ونقل الخدمة إلى شركات خاصة خلافا للقانون والدستور، بحيث أن يجب أن يكون أن تكون الدولة وهي تتبنى تقديم الخدمات للمواطن بأسعار رمزية، تم خصخصة شركة الكهرباء وتقديمها لشركات خاصة حتى يتم ابتزاز المواطن عبر هذه الشركات. تم أيضا قطع شركة المياه وإلغائها تماما، لم يعد هناك وجود لشركة المياه، مؤسسة المياه، هناك إلغاء لخدمة النظافة. مدينة تعز تعاني تراكمات يعني شديدة نتيجة انعدام النظافة وتراكم القمامة، نتج عنها العديد من الأوبئة والأمراض ومشاهد الأمراض في المستشفيات، وأيضا أرقام إحصائيات الكوليرا تشهد بذلك، أيضا غياب خدمات، أيضا الكثير من الخدمات الملقاة على عاتق الدولة. ولكن الدولة بالجهة الأخرى تقوم بجباية الضرائب، بجباية الجمارك، بجباية حقوقها بكل قوة، وأحيانا يتعرض المواطنون للإهانة وللتعسف لا نظير الحصول على هذه الواجبات منهم. وبالتالي فإن الدولة أخلت بالعقد الاجتماعي المفروض بينها وبين المواطن، وهو تقديم الخدمات مقابل الجبايات. طيب المواطن في مدينة تعز عمر واعي ويستشعر أنه أمام نعم سيد عمر، أمام كل هذا التردي الذي تتحدث عنه في ما يتعلق بالخدمات في مدينة تعز والإهمال الحاصل من قبل السلطة المحلية للكثير من الجوانب، ما حجم التفاعل الشعبي مع الحملة التي انطلقت مؤخرا؟ التجاوب الشعبي كبير جدا، نشهده
في الشارع وفي الميدان وفي الخروج الحاصل يوم السبت الماضي، رغم أن الدعوات كانت صغيرة وكانت بجهود فردية من الشباب، ولكن كان هناك تجاوب كبير، وهذه الحملة سوف تستمر، ونحن أمام خروج آخر كبير يوم السبت القادم للمطالبة باجتثاث الفساد والإطاحة بجميع رموز الفساد في مدينة تعز، والبدء بالكبار كبار الفاسدين في قيادة السلطة المحلية، بدءا بالمحافظ والوكلاء المسيطرين على المشهد في مدينة تعز، المشهد الإداري والخدمي والمالي. وبالتالي فنحن أمام موجة هادرة من الاحتجاجات، منصات التواصل الاجتماعي تشهد بذلك، ونحن أمام تصعيدات قادمة. وأيضا لن يكتفي المواطنون في مدينة تعز بالخروج الجماهيري فقط، بل هناك تجميع لملفات الفساد، هناك محاولة للحصول على مستندات لتقديم هؤلاء الفاسدين أمام السلطات القضائية، أمام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولن نصمت، يكفي صمت، هكذا قال المواطن في مدينة تعز. لم تكن هذه الاحتجاجات انفجار فقط، ولكن كانت هناك إرهاصات سابقة لها، حيث كانت هناك خروج مطلبي فأوي على يعني على سبيل المثال للمطالبة بخدمة المياه، شهدت العديد من الخروجات، العديد من الاحتجاجات، أيضا الخدمات، تردي النظافة، شهدت مدينة تعز العديد من الوقفات الاحتجاجية، أيضا غياب الكهرباء. مدينة تعز تعي حقها، ولكنها كانت تعالج المشكلة على يعني على تفاصيل بسيطة، ولكنها استوعبت أن هناك منظومة كبيرة للفساد تديرها منظومة فاسدين تجمعهم مصلحة واحدة، وهي البقاء في السلطة ووفق نظام المحاصصة الحزبية التي جاءت بهم من السلطة. كل وكيل محافظ يمثل حزبا من الأحزاب، وكل مدير تنفيذي للمكاتب التنفيذية يمثل أحد الأحزاب، وبالتالي هناك نوع من التواطؤ الذي شهدته مدينة تعز قام بها هؤلاء المسؤولون بصفتهم مسؤولين وممثلين للأحزاب. الأحزاب السياسية في الأصل هي تقدم نفسها على أنها ممثلة للجماهير، ولكن فقدت هذه الأحزاب مشروعيتها كونها لم تقدم الخدمة للمواطن. بالحديث عن الأحزاب سنعود لنناقش تفاصيل كثيرة سيد عمر فيما يتعلق بالأحزاب واستغلالها لظروف الاحتجاجات التي تحدث نتيجة اختلالات معينة. سأعود إليك سيد عمر، ولكن مشاهدينا سنذهب الآن لمتابعة هذا الاستطلاع من تعز والذي يتحدث فيه الناس عن أهداف ودوافع هذه الحملة. الدواعي لخروج هؤلاء الناس نتيجة للفساد ونتيجة لكثرة الركود الاقتصادي في البلاد، وعدم إعطاء الجرحى وحقهم الذي عانوا من أجله وحموا هذه البلاد لمدة طويلة. طبعا بالنسبة لدواعي خروجنا للشارع، دعتنا القمامة للخروج للشارع، دعتنا المحاصصة للخروج للشارع، دعانا الفساد للخروج إلى الشارع. طبعا أكثر الخدمات غير متوفرة، وهذا ما دعانا إلى الخروج إلى الشارع، دعا المواطن إلى الخروج إلى الشارع. أغلب المواطنين أصبح الملاذ الوحيد لهم الشارع، الشارع يدعوهم، لا كهرباء، لا ماء، الكهرباء سلموها لشركات خاصة، المياه لا تصل إلى المنازل. طبعا بالنسبة للصحة دمروا المستشفيات بصراعهم السياسي الحزبي. بالنسبة للتعليم، التعليم أكثر المؤسسات التعليمية تحولت إلى مقرات عسكرية للجهات العسكرية. الأهداف الأساسية من صنعها هو الشارع بحد ذاته، الشارع يبحث عن خدمات، الشارع يرفض المحاصصة الحزبية في المكاتب، الشارع يعاني من 5 سنوات ونحن ساكتين كشعب، يعني ساكتين عن ما يحصل في تعز تحت مبرر أن المدينة تحت حصار تحت قصف. طيب إحنا من 3 سنوات ما فيش أي معركة عسكرية، لم يحصل أي تقدم ولا أي شيء، ما زلنا نعاني من نفس المشاكل. يعني الحكومة والسلطة المحلية تحولت في تعز إلى سلطة جبايات، تأخذ من المواطن وتأخذ الضرائب، تأخذ كل حقوقها ولا تعطي أي حقوق. أعتقد هذه جزء من أسباب خروج الشارع، أنهم يبحثوا عن خدمات أساسية. ثانيا الهدف الثاني اللي هو إلغاء المحاصصة، يعني الفساد في تعز محمي بحماية حزبية، الأحزاب الآن كل حزب يحمي الثاني، يعني تحت مبرر لا تفضحنا ولا أفضحك. هذه هي الكارثة الأساسية الثانية في تعز. المطلب الثالث ونستطيع أن نقول هو المطلب الرئيسي، أنهم كلهم فاسدين، سواء السلطة العسكرية لا عملوا على تحرير المدينة ولا رفعوا الحصار ولم يقدموا أي خدمة أمنية، يعني على مستوى الدعم المقدم لهم. بسبب طبعا الحرب التي استمرت 5 سنوات وانهارت فيها كل مؤسسات الدولة،
خلفت فراغا كبيرا في تعز. الفراغ هذا لم تستطع السلطة المحلية التي تم تعيينها وتشكيلها عبر مؤسسة الشرعية، يعني لم تستطع أن تمرئ هذا الفراغ. الكثير من الفجوات حدثت، يعني تفاقمت العديد من المشاكل، مشكلة الجرحى، النظافة، كثير من الوضع الأمني. يعني هذا الوضع برمته خلف موجة غضب كبيرة. هذا الفشل جعل موجة الغضب يعني تزداد وتيرة. إذن نرحب بضيفنا من تعز، ينضم إلينا المحلل السياسي السيد عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، مساء الخير. أهلا وسهلا أخي. أهلا بك سيد عبد الهادي. يعني لو تحدثنا عن الحملة التي يعني خرجت في تعز للمطالبة بالكف عن الفساد وإصلاحات أو إصلاح الوضع في المدينة، كيف تنظرون لهذه الحملة؟ أعتقد أن المواطنين والناس معذورين في مطالباتهم من السلطة المحلية بالخدمات، والخدمات متنوعة. تبدأ هذه الخدمات بشكل أساسي مما خلفته الحرب، أي من جرح الحرب. مع الأسف الشديد منذ البداية جرى التعامل مع تعز أشبه بطريقة شيوخ الضمان أو مع المتعاهدين العثمانيين في النظام العثماني. تم التعامل بشكل حيطي مع بعض القيادات، ولم يتم التعامل سواء من قبل السلطة الشرعية أو من قبل الإخوة بالتحالف مع تعز على أنها مؤسسة منذ تعيين أول محافظ وإلى يومنا هذا. جرى التعامل بطريقة المتعهدين أن يتم دفع مبلغ محدد، مع الأسف الشديد مبالغ كانت تصف أو الثلث من تلك المبالغ، وبعضها كانت تذهب لوسطاء بفعل حالة الحصار وحالة السيطرة على الجانب المالي. هذا أولا. الجانب الآخر، عندما انهارت السلطة في تعز، السلطة نفسها، تم إعادة بناء السلطة أحيانا ببعض الأدوات القديمة وأحيانا بأدوات لا تمتلك خبرات، وكانت يومها المسألة تحتاج كيفية إعادة شكل من أشكال السلطة. هذه الإعادة خلقت مجموعة من الإشكالات، بعضها إشكالات قانونية. كنا نعتقد أن المحافظ الأخير وهو الأستاذ نبيل شمسان كالخبير الإداري الأول كان راهن على هذا الرجل أن يتم إعادة بناء الإدارة، وهي المشكلة الأساسية في تعز. مع الأسف هناك إدارات عامة وهناك إدارات مختلفة، وهناك إدارة أهمها وهي إدارة الإيرادات أو الإيرادات الحكومية العامة. هذه الإيرادات الحكومية العامة مع الأسف الشديد قسما منها فيها إشكالية، وقد قامت المحافظة في الفترة الأخيرة بتشكيل لجنة منذ شهرين موضوع الإيرادات. هذه اللجنة مشكلة برئاسة الأخ الوكيل عبد الحكيم عون، وتعمل إلى الآن بوتيرة عالية من أجل إعادة النظر في إيرادات الدولة والتمكن من السيطرة عليها. بعض القطاعات العسكرية مع الأسف والأمن في بعض المناطق وبعض الإدارات في المحافظة لا زالت مستولية على الضرائب أو من الإيرادات الأخرى، أن هنالك نوعا من الاختلال في الجانب الإداري، وهو ما يظهر على أنه فساد. هذه المبالغ لأنها لم تمر بشكل قانوني عبر الإدارات المالية تظهر المسألة وكأنها فاسدة. حجم المعاناة في تعز كبيرة، وحجم الإمكانيات. سيد عبد الهادي، أمام محدودية الموارد في تعز، أمام محدودية الموارد وعدم دعم التحالف كما أسلفت، يعني ما حجم الفساد المتواجد؟ يعني هناك شحة في الموارد أو قلة في يعني الدعم الذي تحصل عليه محافظة تعز سواء من الدولة أو من التحالف؟ وبالمقابل ما هو حجم الفساد؟ هل هو يعني حجم الفساد كبير مقارنة بقلة الموارد، أم أنه لا يوجد فساد على الإطلاق؟ يا سيدي، أولا حتى نتكلم عن الفساد علينا أن نحدد هذا الإصطلاح بدقة. الفساد يفرق كثيرا عن مسألة الجرائم المالية، أو عمولات أو سطو أو غيرها. هذه جرائم مالية مجرمة بالقانون، لكن الفساد يقصد به بشكل عام أي إنفاق المال ضد مصلحة الناس.
بدرجة أساسية للفساد إصلاحا لما لم يجرم قانونا. أما لا جرم قانونا فقد دخل ضمن الجرائم والمخالفات، لكن ما لم يجرم لدى القانون ولدى المشرع وهو إنفاق المال ضد المصلحة العامة للناس. وبالتالي هذه المسائل فيها نوعا من مسألة الضبابية، خصوصا في استخدام المصطلح، لأن مصطلح الفساد بحد ذاته أصبح أشبه بمصطلح الإرهاب، مصطلح عائم في آلية تناوله، وعلينا التدقيق في كلا الحالتين. لدينا في تعز إشكالية أساسية. في البداية تبدأ إشكالية الجرحى، مثلا إشكالية الجرحى أخطأ فيها الجميع، كان يجب إعادة تأهيل مستشفى حكومي كبير، وهذه المسائل طرحت أكثر من مرة، لكن مع الأسف الشديد الذين تولوا هذا الملف لجأوا إلى التعاقد مع بعض المستشفيات الخاصة، وبالتالي تم التعامل مع هذه المستشفيات. ليست لديها إمكانيات بالقدر الكافي، وليست لديها متخصصين للنظر في قضايا، خصوصا قضايا الأعصاب في الجرحى وغيره، القضايا الدقيقة في مسألة علاج الجرحى. هذه المسألة أدت إلى استعاضتها بكارثة أخرى، وهي العلاج في الخارج. بدلا من العلاج في الخارج، لو كان تم استخدام طواقم طبية إلى الداخل كانت هذه المشكلة يمكن أن تنحل. لدينا مشكلة في إدارة المستشفيات التي هي هيئات وليست مستشفيات تابعة لمكتب الصحة، وهنا إشكالا آخر أيضا. لدينا إشكالية في أن الحكومة تعاملت بنوع من الضبابية مع المنظمات الإنسانية والمنظمات الدولية، فلا نعرف حجم الدعم بشكل أساسي وتركت هذه المشكلة. يعني أفهم منك أن المشكلة هي في الآلية، وليس أفهم منك أن المشكلة هي في الآلية وفي طريقة إدارة المشاكل، وليس بتواجد فساد أو جرائم مالية. أفهم منك هكذا؟ الجرائم المالية والفساد كان يجب أن يفعل قطاعا آخر، وهو قطاع الرقابة، سواء عبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو عبر الفساد أو عبر الإدارات القانونية نفسها أو عبر الإدارات المالية. بعض المؤسسات المالية في تعز لديها حسابات، بعض المؤسسات المالية التابعة للقطاع العام والدولة لديها حسابات خاصة، وهذا مخالف للمالية مثلا للدولة، وبالتالي هذا جزء أيضا مما يمكن تسميته بفسادا هنا، لأن هذه المسائل أو بالأصح هي جرائم مالية ويجب أن يعاقب القائمين عليها. هذا من جانب، ومن جانب آخر بعض الإيرادات التي يتم تحصيلها، مثلا كإيرادات صندوق النظافة، المفروض أن هذه الإيرادات تتجمع من جميع المديريات وتذهب إلى الصندوق، لكن لأن بعض المديريات لا تفي بالتزاماتها للصندوق، وبالتالي الصندوق لديه عجز. أيضا الصندوق لديه إشكالية أخرى، هو أن عدد الموظفين في قطاع النظافة 350 تقريبا، وهؤلاء بالأجر اليومي، في حين هنالك حوالي 1000 موظف داخل الصندوق، وهم الموظفين الثابتين، هؤلاء عمال مكتبيين ولا عمال إداريين ومكتبيين. فإذا كانت هذه الإدارة للصندوق فيها حوالي من 800 إلى 1000 موظف وعدد العمال 350، فأعتقد أن يساوي هذا فساد إداري بحد ذاته منذ إنشاء الصندوق. نعم، إذن تبقى أو تكرم البقاء معي. أعود لضيفي المحامي عمر الحمية. سيد عمر، لعلك سمعت لحديث ضيفنا المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي، كيف ترد؟ نعم أخي الكريم، استمعت إلى ما قاله الأخ عبد الهادي العزعزي، وأعتقد أنه حاول التهوين من المشكلة الحاصلة في مدينة تعز. المشكلة ليست في عدم وجود إيرادات، الإيرادات موجودة، وباعتراف السلطة المحلية أن هناك إيرادات كبيرة وأنها تسعى للمزيد من الإيرادات، الحصول على الإيرادات. المشكلة أخي الكريم هي في صرف هذه الإيرادات خارج القانون. هناك باب يسمى الباب الرابع، المخصص أساسا لدى مديريات المحافظة، والتي تعتبر هي المحصل للواجبات وللضرائب والكثير من موارد الدولة. هذه الموارد في الأصل في الباب الرابع أنها تصرف على مشاريع تعد مسبقا بداية السنة المالية، ولكن لا وجود لأي ميزانيات أو موازنات مسبقة، وإنما
عندما يتم هناك الصرف العشوائي من هذه المبالغ، وهي يعتبر أكبر وعاء لمبالغ الإيرادات في المحافظة. هناك قسم يسمى المحلي، وهو يصرف عن طريق مديرية المديريات، والمشترك يصرف عن طريق السلطة المحلية. هناك نوع من التقاسم في صرف هذه الإيرادات خارج القانون، لم نسمع أنه تم من خلال إيرادات المجالس المحلية أو المديريات ترميم مدرسة أو القيام بمشروع حيوي أو القيام بشيء ملموس، بينما المدارس تشحت وتستجدي المنظمات لشراء براميل أو لإصلاح الحمامات أو لإصلاح الكراسي، تستجدي فاعلي الخير، بينما هناك ملايين وعشرات الملايين لدى المديريات بدون مشاريع وبدون خطط. وبالتالي فإن هؤلاء مدراء المديريات والسلطة المحلية تقوم بصرف هذه المبالغ وعشرات الملايين ومئات الملايين عبر أوامر صرف غير قانونية لمحسوبين ومقربين، وتحت بند مساعدات، وتحت مسمى معونات ومجاملات، وصرف سيارات 3 مليون ريال يصرف للمدير المديرية. لماذا؟ بينما هذه السلطة المحلية التي تدعي بأنها لا تستطيع دفع راتب موظف النظافة الذي يعمل طول النهار، لا تستطيع دفع راتبه البسيط، تقوم هذه السلطة المحلية بدفع مجاملات لمدراء المديريات 3 مليون ريال لكل مدير مديرية، تقوم بصرف مبالغ يعني ملايين لمدراء المكاتب التنفيذية بالملايين. الفساد حاصل من خلال حديثك، أفهم أن الفساد موجود. وبالنسبة للجرائم المالية، هل بالفعل هي أيضا موجودة وجزء من المشكلة الحاصلة في البلاد، أم أن الأمر هو فقط خلل إداري وبالتالي لا وجود للفساد؟ كيف من خلال متابعتكم الكاملة لما يدور في أروقة السلطة المحلية، كيف تجدون الأمر؟ أخي الكريم، من وجهة نظر قانونية تعتبر أن هذا الموضوع خلل إداري، ولكنه يشكل جريمة تبديد المال العام. لكن إضافة للخلل الإداري، هل هناك فساد قانونية وهناك جرائم مالية؟ نعم، هناك جرائم مالية. نحن ندعو وكلاء السلطة المحلية، ندعو المحافظ، ندعو مدير مكتب المالية الذين جميعا ادعوا انهم نزهاء وانهم مستعدون للمثول امام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ندعوهم بان يسمحوا لنا بالاطلاع على اوامر الصرف الممنوحة لدى مكتب المالية طوال العامين الماضيين، وسوف نكشف للعامة الحجم المهول للتلاعب بالموارد، موارد مال الدولة، سوف نكشف الحجم المهول للمجاملات بين المسؤولين، سوف نكشف الحجم المهول للفساد. أكثر من 90% من هذه المبالغ لم تصرف في وجهتها القانونية، لأننا نشاهد المدارس، نشاهد المكاتب والخدمات الحيوية لا تصرح عن طريق السلطة المحلية، وإنما تصرح عن طريق فاعلي الخير وعن طريق المنظمات وعن طريق الناس. السلطة المحلية تصرف مبالغ بالملايين للنزول إلى لحملة نظافة، بينما هناك منظمات تتكفل بهذا الأمر. السلطة المحلية تدعي بأنها تصلح حنفيات المياه والقصب المياه، بينما لا يوجد مشروع للمياه. هناك ملايين تصرف بشكل يتم تغطيته بأوراق وهمية، وبالتالي لا وجود لخدمة، ووجود هناك يوجد نوع من التلاعب، يوجد نوع من التستر من قبل مدير مكتب المالية الذي ادعى بأنه على استعداد. ونحن ندعوه وندعو وكلاء المحافظة بأن يتم السماح لنا، نحن كفريق قانوني من عامة الناس ومن عامة الشعب، ندعوهم لأن يسمحوا لنا بالاطلاع على أوامر الصرف الممنوحة خلال العامين الماضيين أو خلال هذا العام فقط، وسوف نكشف للناس حجم الفساد المهول. هناك تغطية للمستندات، هناك نوع من الحساب الشديد والرقابة على هذه المستندات، وبالتالي نحن نسعى للحصول على هذه المستندات، وسوف نكشف للرأي العام، وسوف نتوجه إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ندعوهم للكشف عن هذه المستندات إذا كانوا نظيفي البطون، وإذا كانوا واثقين من أنهم يستخدمونها في الطريقة القانونية. أخي الكريم، الفساد فقط ليش من الجانب المالي، وإنما أيضا فساد إداري. هناك محسوبيات، هناك تلاعب بقرارات إدارية، قرارات إدارية يتم تعيين فيها المقربين. الوكيل الحاضر الآن في هذا اليوم وسوف يتحدث بعد قليل عارف جامل، اسأله كم عدد مقربيه ومن أهله ومن أبناء منطقته، كم عددهم الذين تم توظيفهم وتكليفهم بقرارات. للإيضاح حتى الآن سيد عمر، هناك محاولات كثيرة في التواصل بالسيد عارف جامل، ولا التلفون يرن حتى الأخير ولا يوجد رد. سنحاول والإخوة في الكنترول يحاولون التواصل به، ونتمنى أن يرد كي تتضح الصورة بشكل أكثر. تكرم بالبقاء معي، أعود للسيد عبد الهادي. سأطرح أكثر من نقطة أخي الكريم.
جميل، سأعود إليك ولكن تكرم بالبقاء معي. أذهب لي السيد عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، يعني ضيفنا عمر الحميري محامي وناشط حقوقي تحدث بأن هناك فساد كبير في السلطة المحلية، هناك تعيينات يعني تقوم على القرابة، هناك أيضا ملايين واعتمادات تصرف لوكلاء الوكلاء في السلطة المحلية ومسؤولين، وهناك مشاريع بالمقابل يعني تقام في المدينة تكون بتمويل فاعلي خير ورجال أعمال، يعني كيف يفهم هذا الأمر؟ أعتقد أن الأخ هنا طرح مجموعة من الإشكالات وقال نريد الوثائق. هنا على الجهاز المركزي مثلا فيما يخص صرفيات العام 2017 و2018، هذه أعوام قد انقضت، كان مفترض أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في التعز أن يطلق تقاريره مباشرة في شهر يناير من العام التالي، مثلا في شهر يناير بل نقول إلى شهر مثلا يناير فبراير مارس، كان على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن يكون جاهزا بإطلاق تقريره عن ما تم استلامه وصرفه في محافظة التعز وما يخص الإيرادات وما يخص المشاريع وما يخص التعامل الخيصي أو شيوخ الضمان الذي قدمته الرئاسة الشرعية إلى المحافظين السابقين عبر ما عرف بتطبيع الحياة في تعز أو الميزانيات المدنية مثلا في هذا الجانب، وهي التي تهمنا كثيرا باعتبار أن الجيش مؤسسة أخرى داخل المؤسسات ولها نظام محاسبي مختلف ليس عبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولكن عبر أجهزة أخرى. في هذه الحالة أعتقد أن نقابة المحامين في تعز لها الحق، والقانون اليمني فتح باب إسطول الحسبة والحسابة عليها التقدم إلى المحكمة، وإن كان هناك قضايا إدارية كما يقال الجمهورية اليمنية فيها نظام خاص بالمحكمة الإدارية حتى نكون منصفين، يجب على هؤلاء بالذات الإخوة في نقابة المحامين التقدم إلى المحكمة ورفع دعاوى بطلان قرارات تعيين لمخالفتها للوائح الإدارية. لماذا صمت هؤلاء جميعا عندما جرى تعيينات مثل هذا الشكل المخالفة للقانون؟ كان المهمة الأساسية للنقابات، والأخ عمر عضو في نقابة المحامين، المهمة الأساسية للنقابات في العالم بأسره هي حماية القانون وسلامة تنفيذه والوقوف ضد أي إجراءات، فإذا تراطعت السلطة نعم. لكن سيد عبد الهادي أنتم يعني أنتم مطلعون على ما يدور في مدينة تعز وعن قرب أساسا، وهنا أيضا المحامي الحميري و الكثير من أبناء تعز المتواجدين في المدينة، أيعقل أنه لا يوجد تعيينات قائمة على المحسوبية؟ هناك حديث يطول في تعز عن هذا الأمر، يعني هل يعقل أنك لم تشاهد أي تعيين في هذا الإطار؟ أنا عندما أكون موظفاً عام وأقوم بتعيينات مخالفة للقوانين النافذة والمواطنون يصمتون تصبح هذه أصبح بأعراب، لماذا سكت هؤلاء؟ ليس الضجيج هو الحل، كان الحل أن يتم التقدم إلى القضاء الإداري بدعوى واحدة. ما نعرفه أنا ويعرف الأخ عمر أن القضاء الإداري قضاء شامل وأحكامه لا تكرر، فإذا تم الفصل في قضية واحدة لا يمكن أن يتم التعيين بعد ذلك، لأن أحكام القضاء الإداري أحكاما شاملة. فعلا حدثت في تعز مخالفات، لكن هذه المخالفات كان يتم تبريرها من قبل السلطة. أنا واحد مقيم في تعز لكن يحسب على السلطة المركزية، لا يمكن أن نلم بكل هذه التفاصيل والدقائق الصغيرة، هذه مسائل إدارية إجرائية. إذا كان هناك فساد إداري فأعتقد أن البلد فيها قضاء إداري. على الإخوة الناشطين إذا أردنا إصلاح هذه الاختلالات الكبيرة أن نلجأ إلى القضاء وأن نستخدم القوة الشعبية في الضغط لإيقاف مثل هذه المسائل، علينا أن نسعى لكيفية إنضاج المؤسسة لا لكيفية تدمير المؤسسة. استمرار التغييرات للأشخاص ليست الحل في حين ضبط أدائية الأشخاص، ضبط أدائية القيادة في الإدارة هي الحل. أما إذا ظلينا نستبدل ماسة بماسة وشخصا بشخص وإدارة بإدارة فهذا هو العبث بذاته.
نعم. طيب سيد عبد الهادي، إذا ما تحدثنا عن الحملة، يعني جميعنا أنا وأنت والسيد عمر الحميري وجميع أبناء تعز، يعني لا نختلف في مسألة أن الأهداف التي حملتها هذه الحملة هي أهداف مشروعة ويجب الاستجابة لها والنظر فيها، ولكن يعني برأيك هل هناك أمور من شأنها أن تحرف مسار أهداف هذه الحملة إذا ما حدثت وتم استغلال الأمر؟ لا أعتقد أن الحملة سوف يتم تحييد أو حرف مسارها، لكن علينا أن ننفذ الحملة بدلا من البقاء في الشارع والضجيج وتعطيل مصالح الناس وغيرها. علينا أن نستخدم الحماس الشعبي باتجاه إنجاز مهام محددة. هذه المهام لا يمكن أن تصلحها السلطة إلا في الحالة ضغطنا مثلا على الإدارة العامة للخدمة المدنية في تعز في تصحيح قوائم الموظفين. هذه الحلقة الأولى. ضغطنا على التربية والتعليم في إنهاء حالة التفكر والتصرف وعدم وحالة الغياب للإخوة في هذا القطاع وهو أكبر قطاع في تعز. ثم انتقلنا إلى قطاع الصحة، ثم انتقلنا إجراءات إدارية حاسمة، ثم انتقلنا إلى صحة التعليمات بعد مجراء العلوم مثلا ما مدى قانونية التعيين وما مدى قدواه، وهذه القضايا لو حسمناها عبر حكم واحد من المحكمة الإدارية. المحاكم تعمل في تعز وإن كانت لا تعمل، هناك محكمة إدارية موجودة في عدن، هناك ألف وسيلة لإصلاح هذه المؤسسات وبشكل نظامي مع استمرار هذا الدعم الشعبي. ويجب أن تشكل لجنة لهذا الاتجاه من أجل إصلاح الاختلالات القائمة بتعز، وإن كان هناك فساد مالي أو جرائم مالية يجب أن يعاقب من ارتكب هذه الجرائم بحسب ما هو جميل. محدد. جميل، إذن سأعود إليك سيد عبد الهادي. أرحب الآن بضيفنا وكيل محافظة تعز السيد عارف جامل. سيد عارف مساء الخير. مساء الخير أخي العزيز. أهلا بك سيد عارف، أسعد الله مساك بكل خير. تسمعني؟ أهلا بك. إذن نتحدث اليوم سيد عارف عن الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، يعني هناك اتهامات موجهة لكم كقيادة في السلطة المحلية، اتهامات تتعلق بالمحسوبية وتقاسم موارد المحافظة، كيف تردون؟ يا أخي العزيز، لا نريد أن ندخل في جدل العقيد، لا نصل إلى نتيجة. ربما هذه تعتبر ثالث مداخلة لقناتكم في قناة المشروع خاصكم ونطرح عقيدة من القضايا. أما أن نؤمن أن هناك دولة وهناك مؤسسات وهناك إيجابية سيد عارف هل تسمعني؟ نعم، إذن يبدو أن الاتصال فقد بوكيل محافظة تعز السيد عارف جامل، سيتم معاودة الاتصال به مرة أخرى. أعود للمحامي عمر الحميري. سيد عمر، إذا ما تحدثنا عن الحملة ثلاث أيام منذ أن انطلقت هذه الحملة، ما الذي حقق حتى الآن؟ تعقيبا على ما قاله الأخ الوكيل عبد الهادي العزعزي، بدلا من أن نحمل المواطنين مسؤولية ما حدث من فساد مالي وإداري من قبل السلطة المحلية، علينا أن نحمل الفاعلين والمسؤولين عن هذه الاختلالات الإدارية والمالية، وأن نقول لهم أولا قبل أن ندينهم أن نقول لهم كفى يكفيكم فساد، نحن يجب أن نحمل الفاعل مسؤولية أفعاله، ثم نقول على المجتمع بفئاته ونقاباته بما فيها نقابة المحامين عليهم أن يقوموا بواجبهم في فتح ملفات الفساد ومحاكمة الفاعلين. نحن في اليمن ثقافة القضاء، اللجوء إلى القضاء هي ثقافة موجودة، ولكن القضاء
ربما بعلم الجميع أن القضاء ربما يعجز عن الخوض في قضايا تخص كبار النافذين في الدولة، ولكن هذا لا يمنع من اللجوء إلى القضاء. ولكن يعلم الأخ عبد الهادي ويعلم الجميع أن القضاء في تعز أعيد منذ عام ونيف، ولكن الفساد مستمر منذ 4 سنوات. عملية بناء الدولة منذ بدء مقاومة الانقلاب وإعادة تشكيل الدولة وبنائها تم بوتيرة عالية، ولكن الفساد بدأ من نقطة الصفر واستمر وانتشر حتى كبر واتسع الخرق على الراقع كما يقال. ولكن هذا واجبنا أن نستمر وأن نقول للفساد كفى، وأن نقوم بخطوات تنفيذية فعلية، وأنا معه في ذلك. وهناك شقين للحملة، حملة تكفي صمت، هناك شق ميداني جماهيري، وهناك شق آخر وهو اللجوء إلى القضاء واللجوء إلى المؤسسات الرقابية ممثلة بالنيابة العامة، نيابة الأموال العامة، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يخص الفساد المالي. ونحن أيضا بانتظار وثائق، هناك إخفاء للكثير من متعلقات القرارات المتعلقة بالمحسوبية والمقربين، يتم فقط إصدار قرار ولا يتم نشر حيثياته، ولا يتم إطلاع الناس على المؤهلات التي يحملها هؤلاء المقربين. بالتالي فإنه من الصعب اللجوء إلى القضاء إلا بالحصول على مستندات تؤيد أي دعوة، لأن مواجهة هؤلاء الفاسدين في ظل قضاء ربما لا يحظى بالحماية الكاملة، ربما هي مواجهة صعبة نوعا ما، ولكنها ليست مستحيلة. ولا يوجد أيضا إنجازات تحققت نتاج لهذه التعيينات، يعني لا توجد إنجازات ملموسة حققت على الواقع في المحافظة نتيجة لهذه التعيينات وإن كانت قائمة على المحسوبية. سأعود إليك سيد عمر وأذهب هنا بسؤال للسيد عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، إذا ما نظرنا لموارد محافظة تعز المتاحة حاليا، يعني هل هي كافية لسد الفجوة المالية الحاصلة؟ أعتقد أن الموارد لو حصلت بشكل كامل فهي كافية لسد الاحتياجات الضرورية إضافة إلى الدعم المقدم من قبل السلطة الشرعية. أعتقد أنها كافية في حالة ما تم السيطرة على كل الموارد في كل المديريات دون استثناء، مع إيقاف أي موارد تذهب باتجاهات لبعض الأفراد أو بعض المتنفذين. وهنا يجب أن نضغط، نحن كمواطنين ونحن كمواطنين نحتاج قيادة، فأعتقد أن القيادة متوفرة في النقابات. أنا لم أحمل المواطنين كمواطنين عاديين، أنا أحمل مؤسسات المجتمع التي مهمتها حماية القانون، مؤسسات المجتمع التي مهمتها حماية القانون وسلامة تنفيذه. فما نعرفه من آلية بناء الدولة هي النقابات، وهناك فروع لكل النقابات في تعز. لماذا لا تتحرك هذه النقابات؟ ولماذا لا يضغط أعضاء هذه النقابات عليها؟ مثلا موظفي التربية والتعليم على نقابة المعلمين، موظفي أيضا الصحة على نقابة المياه الصحية، الأطباء المياه الصحية، موظفي الإدارة المحلية على نقاباتهم، موظفي أيضا المحامين هم الأداة الحقيقية للضغط على القضاء. جميل، لكن هنا سؤال أخير وباختصار سيد عبد الهادي، سؤال أخير سيد عبد الهادي هنا وباختصار. نعم وضحت الصورة، ولكن هنا سؤال أخير وباختصار أتمنى منك لضيق الوقت، فيما يتعلق بمحافظ المحافظة، ما المبرر لبقاء هذا المحافظ منذ تعيينه وحتى الآن في القاهرة وبعيدا عن المكان الذي يفترض أن يكون فيه مدينة تعز؟ أعتقد أن هذا السؤال كان يجب أن يوقع له هو شخصيا، فهو صامت ولم يبدي أسبابا. نعم، ولكن أنت أيضا يعني كجزء أو يعني كشخص يعني متواجد في السلطة المحلية، كيف يعني هل يوجد مبرر؟ كان يجب أن يكون موجودا، ما لم فهو المسؤول الأول والأخير عن كل الأخطاء التي تحصل داخل المحافظة بمبرر غيابه. إما أن يفوض صلاحياته للوكيل الأول، وإما أن يكون حاضرا بنفسه وهو ما زال مسيطر على الإدارة المالية بيده إلى الآن. وهذه رسالة، الموظف العام إذا غاب فترة محددة عن عمله فمن حقه البقية أن ينقل هذه الصلاحيات إلى من يليه. في حالة غياب الموظف الأول تنقل الصلاحيات إلى من يليه مباشرة، وهذا موجودا في القانون، يحق للطرف الأدنى أن يتولى صلاحية الطرف الأعلى متى ما غاب الطرف الأعلى.
نعم، إذا وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي، كنت معنا من تعز. أعود لضيفي الناشط عمر الحميري. سيد عمر، بالنسبة للاحتجاجات والمطالب المطروحة من خلال هذه الحملة، مطالب يعني مشروعة ولا غبار عليها، ولكن يعني الكثير يدور من مسألة استغلال الأحزاب السياسية للاحتجاجات، سواء هذه الاحتجاجات أو في السابق، يعني لنا تجارب كثيرة، أي قضية يعني تتسلق عليها الأحزاب السياسية تضعف يعني هذه القضية ولا تكون بذاك الأثر الكبير. نعم أخي الكريم، لا يمكن للأحزاب استغلال هذا الخروج الكبير للجماهير، لأن المطالب الأساسية التي خرج بها الناس هي موجهة ضد هذه الأحزاب، بالمقام الأول إلى جانب الفساد والفاسدين في السلطة المحلية وفي الجيش أيضا. الخروج طالب بإلغاء المحاصصة الحزبية، وبالتالي فإن الأحزاب السياسية بممارساتها وانتهاكاتها للحياة السياسية هي هدف لهذا الخروج، وبالتالي لا يمكنها الاندساس واستغلال هذه المطالب، بل أننا شهدنا الكثير من الشرفاء والأحرار المنضوين تحت هذه الأحزاب خرجوا مقرين بأخطاء أحزابهم بممارساتها السابقة، ومطالبين بإلغاء المحاصصة الحزبية للوظيفة العامة في مدينة تعز، هي المدينة الوحيدة ربما التي تم تقاسم السلطة بشكل معلن ومكتوب ومتفق عليه وتم تنفيذه حرفيا. لا يوجد اليوم حزب واحد، حزب معارض في تعز، وبالتالي فإن الجميع تقاسم السلطة وتقاسم المسؤولية، وبالتالي الجميع متواطئ ومتستر على الآخر، الفساد شمل الجميع، وبالتالي فإن الأحزاب السياسية اليوم صامتة ولا تستطيع الدفاع عن نفسها، لأنها فعلا متورطة عبر الأرقام الكبيرة والفساد. سيد عمر، سأقاطعك هنا وسأعود إليك لاحقا، لكن سعاد إلينا مجددا وكيل محافظة تعز السيد عارف جامل. سيد عارف، مرحبا بك مجددا، ونعتذر لمشكلة الاتصالات، ونتساءل هنا من جديد نفس السؤال الذي كنت قد وجهته لك: ما حقيقة الاتهامات الموجهة لقيادات السلطة المحلية في تعز؟ اتهامات متعلقة بالمحسوبية وتقاسم موارد المحافظة. يا أخي العزيز، أنا لا نريد أن ندخل في جدال عقيم لا نخوض فيه. إحنا في الأخير هناك مؤسسة دولة، وهناك في الأخير أجهزة رقابية تتحمل هي مسؤوليتها. في المقام الأول كما طرحت لك وطرحت سابقا، أن المسؤول الأول وصاحب القرار وصاحب من يصرف من الموازنة ومن المعتمد هو الأخ المحافظ. هذه حقيقة، لا نقول نكاية أو اختلاف أو شيء، إنما نقول حقيقة هو المسؤول الأول. غياب الأخ المحافظ لعب دورا عكسيا. أيضا الطرح من الأخ عمر عندما قال أن الأخ عارف جامل وظف، أنا أتحداه وأتحدى أي شخص يقول أن عارف جامل عندما كان وكيلا عين أحد من أقاربه، هذا كلام غير صحيح وكلام استهلاك لا أكثر ولا أقل. أيضا أخي العزيز، نحن نعلم وضع مدينة تعز. تعز لا زالت لا تعيش وضع الدولة المتكاملة، تعز لا زالت تستعاد فيها مؤسسة الدولة. نحن نعلم أن المحاصرة بالتقسيم الإداري بتوزيع المناصب تمت بين اللقاء المشترك بين ثلاثة أحزاب، اللقاء الإصلاح والاشتراكي والناصري، وبالتالي فإن من يدعو إليه المسؤولات هم لا زالوا نفسهم الأحزاب. بالتالي أخي العزيز، جميع الموارد التي تحصل تورد إلى حساب البنك المركزي. كان في السابق هناك اختلالات، وكانت هناك تحصيل المورد كان فيه نوع من الصعوبة، كانت هناك نقاط عسكرية، كانت هناك أقصد الوقت في المدينة لم يكن هذا الوضع مستقر. اليوم بدأت المدينة تتنفس الصعداء. أيضا ما يتحصل من موارد ليس بهذه الصورة، إنما يتحصل من موارد هو في نطاق مديريات معينة، في نطاق مديرية المدينة وفي نطاق مديريات أخرى، لا زال الجزء الأكبر من موارد في الحوام. لكن أيضا في العجيب، لا نقول أن هناك ليس هناك خلل وليس هناك فساد، المسألة هي أنه هو أيضا يا سيد عارف، هنا الناس تتساءل، يعني طالما تتحدثون بأن الوضع استثنائي في المحافظة والموارد محدودة، الناس أيضا يعيشون في تعز حالة استثنائية، لماذا السلطة المحلية يتحدث الناس على، نحن ننقل ما يدور في لسان الناس، لماذا السلطة المحلية لا تعيش الحالة الاستثنائية التي يعيشها المواطنون؟ يعني هناك اعتمادات وهناك يعني أمور كثيرة تنفق كأن الوضع طبيعي. يا أخي أنا عفوا أخي، أنا اقترحت في أكثر من اعتماد الوكيل لا يتعدى 800,000. الوكيل إذا تحرك بسيارتين أو تحرك بكذا في هذه الظروف الاستثنائية في الزيارة الميدانية، ولا يعني الدبة البترول تصل إلى 9,000 أو 8,000، لا في الشهر تصل إلى 600,000. الناس يعني إيجارات، أنا أتكلم عن واقع معين، لا نميز الوكيل ولا غيره. أيضا أوضح نقطة رئيسية، أن بالنسبة للموارد اللي يقول أنها تحصل من غياب فلان، هذا كلام غير صحيح.
وكلام عشوائي. وانا اطالبهم انهم اذا ارادوا ان يعرفوا الحقيقه لماذا لا ياتوا الى وزاره الى مكتب الماليه ونستعرض معهم كل التوقيع. طيب نفهم منك سيد عارف بانكم في السلطه المحليه، نفهم منك بانكم في السلطه المحليه مستعدون لاي مساءله من جهه اختصاص او من الدوله فيما يتعلق باتهامات الفساد. يا اخي انا حتى تكون هناك نوع من الشفافيه، احنا في الاخير ملزمين بجهات رقابيه، لكن حتى اكون واضح معك وشفاف ليس لدينا اي مانع، اي استفسارات من اخوه الشباب او في الشارع نحن مستعدون ياتوا الى السلطه المحليه ويذهبوا لاي مكتب يشكون فيه ان فيه فساد او فيه خلل، ليس لدينا اي مانع ان ياتي مدير المكتب ويوضح لهم الصوره كامله، اذا ارادوا ان ينظروا او يستوضحوا من اي شيء او توجيهات نحن ليس لدينا اي مانع، نحن سنطرح لهم ما لنا وما علينا، الحكومه هناك رواتب متاخرات، هناك اشياء اخرى تخرج عن ارادتنا كسلطه محليه في السلطه المركزيه، لكن اقول اخي العزيز يجب ان نكون عند المسؤوليه، يجب ان نراعي ظروف المحافظه، ولا هذا يعني ان نحن ندافع عن الفساد، انا اؤكد لك ان هناك اختلالات، هم ينظرون للمساله من نتيجه الخدمه، هم يريدون ان يكون هناك نظافه، هناك مياه، هناك كهرباء، هذا كلام صحيح وان يكون هناك امن، نحن لا نقول انه ليس هناك اختلالات، لكن اليوم تعز كان يريد ان تكون داعشيه. لكن يعني أي جهة رقابية من الدولة يعني أنتم على استعداد في تقديم كل الدعم والمعلومات وأيضا أي مساءلة في هذا الجانب من جهة قانونية قد تحددها الدولة إذا ما تطور الأمر؟ ليس لدينا ما نخفيه، نحن مستعدين. أشكرك سيد عارف، الملفات هي طلعه كاملا، انتهى الوقت. أشكرك جزيل الشكر عارف جامل وكيل محافظة تعز، وأعود بسؤال أخير هنا لضيفنا عمر الحميري، لعلك استمعت لما قاله وكيل المحافظة، كيف ترد؟ هناك إقرار بعدم وجود خدمات، وهذه هذا الإقرار يتحمل مسؤوليته السلطة المحلية بدءا بالمحافظ الغائب عن واجبه وعن مقر عمله وانتهاء بالوكلاء المسيطرين على 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 الواقع والذين يعتبرون هم المديرين للسلطة المحلية. ما يقوله الأخ الوكيل بأنه لا يوجد هناك مقربين موظفين في مكاتب وفي مفاصل الموارد لدى المديريات، هذا القول لا يؤكده أن هناك العديد من أقاربه موظفين، ولا نريد أن يكون الموضوع نكاف شخصي مناكفة شخصية، لكنه تحدث أنه يعني مستعد لأي مساءلة، هو تحدث سيد عمر بأنه مستعد لأي مساءلة، ولكن سيد عمر أستسمحك وأعتذر منك نحن كثيراً. نتمنى أن تتحول هذه الوعود أخي الكريم، نحن نتمنى أن تتحول هذه الوعود إلى أمر واقع، نتمنى أن نتمنى ذلك، ولكن أعتذر منك لضيق الوقت، انتهى وقتنا موارد الصرف. نعم سيد عمر انتهى وقتنا، أشكرك جزيل الشكر ونعتذر منك، وبهذا مشاهدينا نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة، أشكر جميع ضيوفي وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، ومن الإعداد والتنسيق الزميل إلهام عامر، ومن جميع أفراد طاقم العمل، حتى الملتقى في أمان الله.